مسلسل العربجي الجزء الثاني، تأكيد الخبر من الشركة المنتجة. أعلنت شركة جولدن لاين عن بدء العمل على الموسم الثاني من مسلسل البيئة الشامي العربجي، واللي عرض الموسم الأول منه بالموسم الرمضاني الماضي 2023. موسم ثاني من مسلسل العربجي. حقق مسلسل البيئة الشامي العربجي الكثير من النجاح وقت عرضه بالموسم الرمضاني الماضي 2023، وحرص صناع العمل على ترك النهاية مفتوحة لحتى يكتشفوا ردود فعل الجمهور عن العمل. وبعد النجاح الكبير اللي حققه المسلسل، قرروا صناع العمل على موسم ثاني منه. وكانت شركة جولدن لاين نشرت بوستر العمل وكتبت بالتعليق: عقب موسم أكثر من رائع، تحضيرات الجزء الثاني من العربجي بلشت مع حرص إنتاجي وفني كبير على تقديم الأفضل والذهاب أبعد مما سبق، لكن ما تم الكشف بعد عن نجوم الموسم الثاني أو قصته. أما قصة مسلسل العربجي، فبتقوم أحداث المسلسل حول عبدو العربجي، واللي عم يجسد دوره الفنان باسم ياخور، واللي بيتمتع بشخصية قوية لكنه بيواجه عدو الشرس كتير، وهو أبو حمزة النشواتي، واللي عم يجسد دوره النجم القدير سلوم حداد. وصلت لكتير من الأحداث، من بينها قيام أبو حمزة بقتل زوجة عبد العربجي واتهامه بالهرب مع عشيقة، بالإضافة لاتهام بنته بالرذيلة. العمل هو من إخراج سيف الدين سبيعي.